هادو ولاد العام ياك اخويا. هذا بدري كيتسمى البدري ولاد العام تبارك الله المرقد ديال سيدي بنور. كلشي عيد. شحال الثمن اخويا هذا؟ كلشي عيد. شحال الثمن ديال هذا؟ هذا ها هو. حل فم باش نشوف. هذا تبارك الله راه واعي تبارك الله. بدا كيهرس بدا كيهرس هذا غيطلع الله بيهرس بدا كيهرس. شحال كتقولوا في هذا اخويا؟ 56 تبارك الله. 58 هذا 58. انتم تشوفوا اخوان راه يستاهلوا اكثر. باقي عندنا السلعه في الدار. باقي كاين السلعه. السي حسن كيقول لكم راه باقي السلعه. هادشي غير لج قربوا هذا عطوني فيه 40 باش نبيعو. هذا الاخوان عاطين فيه 40. بغيتكم تزعموا معايا شويه. ولكن الاخ تفكرني في السميه. الاخ عزيز. اخ عزيز قال لك هذا عطاو فيه 40 ولكن غيتباع. انا متاكد انه غيتباع لانه غيشوفوا الناس المتابعين ديالنا من الغدا ان شاء الله غيتباع. لا باين. شوف انا فاش كنت دايز شفتهم قلت لي واش ممكن نصور هادشي للاخوان باش يشوفوه. مرحبا ولا بغا شي حاجه مرحبا. حنا نخليو لهم كاع العنوان كلشي. هذا شحال سي عزيز؟ 54 الف الاخوان. 54 شوف 54 و سي حسن كيقول لك 50 يخلي. هو خوها. هذا خوه. هذا هو 54 ولكن كيقول سي حسن بانه يصوب مع اي جا اللي بغى يجي راه ياخذ من عنده ان شاء الله. السلعه تبارك الله مزيانه نقيه. اللهم بارك اللهم بارك. لا شوف هو كلشي 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 عند عنده مولاه. تبارك الله كلشي مزيان كلشي. هذا 40 السلعه نقيه ولا علف نقي فهمتي. هادشي باين سي حسن. انا راه ولد بني مسكين. الله يحفظك. انا راه من الاصلي السردي السلعه نقيه. بغينا نديروها كليان هاد العام. مرحبا. عزيز كيقول لكم بانه باغي كليان ولكن راه السلعه ديالو تبارك الله مليحه. الله ييسر لهم السي حسن ونكتفيو بهذا القدر. راه نخلي لكم المعلومات ديالهم كاملين ان شاء الله. اللي خاصها شي حاجه في الدار البيضاء راه غادي يجيو عند السي حسن وعزيز.